أريد باسم الرئيس إبراهيم غالي والشعب الصحراوي أن أهنئ الشعب الجزائري، أن أهنئ فخامة الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة والشعب الجزائري بمناسبة ذكرى 60 للاستقلال. استقلال الجزائر فتح صفحة للتحرر ليس فقط في إفريقيا ولكن في العالم. كانت لنا فرصة جديدة لدراسة وتحليل الوضع على مستوى المنطقة وخاصة على مستوى القضية الصحراوية. نحن نعتقد أنه أتى الوقت وحان الأوان لإنهاء الاحتلال. حيازة الأراضي بالقوة ومصادرة حق الشعوب في تقليل المصير ليس من شأنه أن يجعل أن السلام ممكن. السلام مرهون بالشرعية الدولية وباحترام الحدود. تحدثنا كذلك واستمعنا لتحاليل مع الوزير، وجهات نظر متطابقة. نحن نشكر الجزائر على موقفها المبدئي وعلى تأييدها للشعب الصحراوي ولنضاله من أجل الاستقلال الوطني.